السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تعالى بتوفيقه من الله جل وعلا، هذا السحر كان موجود بفرن. هذا السحر كان موجود بفرن، فرن الذي يطبخ فيه الخبز كان أسفل الفرن في بيت بمدينة بأيت ملول. هذا هو السحر ترونه الآن، هذا السحر الذي وجد بالفرن بفضل الله تعالى والتوفيق من الله جل وعلا. هذا هو السحر، لاحظوا معي، وهذا هذه العزيمة. هذا هو السحر كما تلاحظون، هذا مكتوب عليه محمد ولد فاطمة بنت كذا 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 ولد كذا كذا، هذه أسماء معروفة. هذا سحر لأسرة حتى تبقى في الخصومة، هذا سحر التفريق بين الأسرة، بين أفراد الأسرة. هذا هو السحر، التفريق بين أفراد الأسرة بإذن الله عز وجل يبطل بفضل الله سبحانه وتعالى. والسحر الآخر كان في السطح، سحر آخر كان في السطح، صنعوه بهذه الخرقة. سحر آخر صنعوه بخرقة ومقبوط كان هذا المسمار مع هذه الخرقة هكذا. وغالبا يصنعون هذا المسمار للتعطيل، إما تعطيل الخطبة أو الزواج أو العمل، تفريق مع تعطيل. يعني لاحظوا، وبداخله كذلك هذا، لاحظوا مكتوب به بهذه، مكتوب عليه السلام عليكم، لا تخلي أحد ينام. ها سبحان الله، والله ولا تخلي أحد ينام، ولا تخلي العزيز ابن فاطمة ينام، ولا تخلي عزيز ابن فاطمة ينام حتى يأتي من مكانه إلى مكان فاطمة بنت كذا. هذا سحر يرسل للمحبة، هذا مكتوب الآن، هذا ما أقرأ عليكم مكتوب، لاحظوا معي، هذا مكتوب وواضح وبين. السلام عليكم كذا كذا، ولا تخلي أحد ينام، تخلي أحد ولا تخلي أحد ينام، لا تخلي عزيز بن فاطمة ينام حتى يأتي من مكانه إلى مكان فاطمة بنت الطو، وإلا يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، الوحاء الوحاء، الحضور العجل العجل، الساعة الساعة. هذا قسم على الشيطان وأعوانه حتى يأتوا بهذا السيد هذه السيدة. هذا سحر بالنجاسة، صنعوا سحرا للتفريق وسحرا للتعطيل وسحرا لجلب فلان إلى فلانة، يسمى سحر الجلب وسحر المحبة. وبطبيعة الحال يضعونه معه بعض الأغراض، لاحظوا هذه الأغراض التي وضعوها مع الخرقة، وضعوها مع الخرقة، والخرقة فيها آثار المسحور من وسخ، من ماء، من أشياء كثيرة. ومعه لاحظوا، معه هاته يعني حشرة، معه خنفساء، خنفساء قديمة، معه خنفساء يعني جافة، خنفساء سوداء، وخرقة التي كان فيها آثار الذين أرادوا سحره. هذا السحر كان ببيت، فأسأل الله تعالى أن يبطل عمل السحرة وأن يوفقنا ويزيدنا من فضله وتوفيقه وسداده وعونه وامتنانه، إنه ولي ذلك القادر عليه. وإن شاء الله تعالى ترقبوا قريبا بإذن الله تعالى سلسلة خاصة بكل نوع وإبطاله على حذا، إنه ولي القدر عليه. وإن شاء الله تعالى حتى سلسلة الرقاة حتى يتعلموا إن شاء الله تعالى، يتعلموا كيف يستخرجون السحر من مكانه، وكذلك حتى يتعلموا كيف يخاطب الجن ويقنعه بالإسلام. وهذه هي الغاية التي يجب أن تكون في بال كل راقي، أن يجعل هذا الجني بإذن الله تعالى داخل مع المسلمين في الطاعة والعبادة، وأن يتعاونوا على البر والتقوى، وأن لا يتعاونوا على إثم العدوان، وأن ينصحوا قومهم إذا رجعوا إليهم. هذا ما أمر به الله عز وجل، وما أمر به محمد عليه الصلاة والسلام، وهذه سنة العلماء وسنة كل دعاة، بل إن من واجب علينا البلاغ والدعوة للإنس والجان على حد سواء. وأسأل الله تعالى أن يزيدنا وأن يستعملنا وليس لنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.